أبو ناصف، هلا بك. بنت البدري حبايبي ألف ما شاء الله تبارك الله، أول الحاضرين. محمد هلا بك، ما شاء الله تبارك الله، دي الناس الله في الجبال ذاتهم قريبين. الإشعارات بتصلكم بصورة طبيعية ولا إلا تدخلوا الصفحة يعني؟ أفيدونا نسبة للبلاغات المفروضة على الصفحة. الناس الإشعار بتاع اللايف ما قاعدين إلا يدخلوا على الصفحة يعني. الناس الجاد دي كم؟ 400 تشير. اي زول موجود يشير، اي زول موجود على البث يشير، شير لايك ملصقات، اردم ملصقات عشان تحمل البث، اردم ملصقات. اخونا عمر هلا بك. كمال قال الاشعار بجينا. لا لا كويس يا راكز، دي حاجة كويسة، بمعنى انه الصفحة ماشية اصلا. سياسة الفيس كده تفاعل بس. قلت له الزول قال لي لقيتنا كيف؟ قال والله لقيتكم شركة، جغمكم شركة. دي جماعة انهم سبات الواحد يمسكه يبقى مسكين يا زول، يبقى مسكين بس لك بداري خارج نفسه بأي شكل من الأشكال. بيعرفوا يعيشوا النازل، بيعرفوا يعيشوا الواحد لما يفتح لايف ويتفشخر تحلف تقول الزول ده ده أسد، تقول ده الأسد ذاته أو تقول ده نمر تقلي. لكن لمجرد ما الجماعة استلموه يبدأ يفزع وبحاول يخرج نفسه بأي شكل من الأشكال. أثبتوا يا جنجا الثبات ثم الثبات. يا أخوان الناس الجادة 1000 وكم، 400 الناس شير. شير ده بسيط، شير ده ما بيخلي الزول يفتح لايف. 1000 شير على السريع كده ونبدأ نفتح اللايف ونبدأ نخش في تفاصيلنا. عندنا عناوين بارزة: سعادة الفريق ياسر العطا، رسالة لكل القشم في الفرقة 18 اللي هي كوستي، بالإضافة سنار وما حولها، بالإضافة للموقف العملياتي. القحة عذبتنا عذاب. قال عندي سؤال يا أستاذ إبراهيم، يا ريت والله الواحد يصل مرحلة الأستاذية دي، مرحلة كبيرة جدا. تفضل يا أستاذ. طيب يا ريت لو رفعت لايف في التليجرام برضو جدا، ما في أي مشكلة، بنرفع. وين المشكلة؟ في شنو؟ ما في شنو، الناس تشير عشان تجيب الناس يا إخوانا. القميص عامل شغل مجذوب، جرين جرين جرين. القميص عجبك؟ تسلم.
تسلم وناس شير، اي زول موجود في اللايف ده شير، 1000 شير على السريع يا اخوان عشان نبدا. وصلوا الشير 1000 لايك شير ملصقات. احمل بس، لا يمكن ان احنا نمشي في النص البس ويقطع، ما بيجي ولا يتم حجب التعليقات او يقطع وينزل ويقول لي الصوت احتمال نفهمه غلط نقوم نبلكه يعني. اخونا نور الدين، ايوه طبعا. قبل ما ندخل في الموضوع، بالنسبه للسواق، السواق بتاع الموقف العملياتي المطلصاتي، يا سبحان الله يعني الزول ده يوم واحد ما انتقد، يوم واحد في نقده ده ما انتقد واحد من لايفاتيا الماليشيا، مع انه ديت اكثر ناس مطلصاتيه وكذابين وشغالين دعايه عسكريه، يوم واحد ما انتقد ولا شال مع واحد فيهم، بل تركيزه كله على داعمين منو؟ داعمين الجيش. ويجي يقول لك انا محايد، محايد ايه الخدعه بتاعت الحياد دي؟ والطلس بتاع الله حربيين ده طبعا انكشف من الشهر الاول، من يعني انتصارهم او فرحهم بانتصارات الماليشيا وشماتتهم في انتكاسة الجيش القاعد تحصل من موضوع المدرعات وغيره 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 وغيره. الناس تطرح لنا جلية مما لا يدع مجالا للشك انهم جنجة، جنجة عديل، جنجة عديل لكنها كريم. طيب المحايد المطلصات السواق الزول بتاع كسب السنار وبتاع كسبة القيادة وبتاع كسبة سقوط بابانوسة وبتاع كسبة إزالة ارتكازات دفاع الجيش المتقدمة وبتاع كسبة الميرم قبل ما تسقط وبتاع كسبة الدندر وبتاع كسبة كوبري 65 وبتاع كسبة كوبري مايرنو وبتاع كسبة اشتباكات القيادة العامة، الأصل الاشتباك كان في 13 وقال الاشتباك حول القيادة بتاع طلبيط الفرقة الخامسة وبتاع كسبة بابانوسة سقط بابانوسة وكمية كل الطلس اللي بتسوق فوقه للناس والبرسيم اللي بيقدمه للقحاله ديل. وبعد ده بيجي بيتكلم لك عن منو؟ بعين قويه يقول لك قال انا وفرتك حفلات يا انت اكذب منك وما عنده اخلاق نهائيا. المشكله انه الزول ده يعني سبحان الله يعني بيتكلم في ناس وبيغلط الناس في مناطقهم، في مناطقهم، وزول بتاع طلس واكذب منه ما في. ودايما يعني تلقاه بيصطاد في المياه العكره وسايق لك الناس ان احنا والله انت بالنسبه لنا كاذب وحتظل كاذب وما مشكله، ان احنا هينين، المشكله في الناس اغصانهم خفيفه اللي بيسمعوا كلامه. انا اي زول يجيب لي بوست للوهم ده يحاول ينزل لي في التعليقات هنا بحذرك طوال، لانه انا بعرف انك انت عقليتك او بعرف انك انت زول جنجاوي، ده جنجاوي عديل، جنجاوي عديل يعني يوم واحد ما انتقد لنا جنجة رغم كذبهم وهو سواقهم. وانا قلت لك ده سواق برخصة عامة والركاب قحاطة، دور بي يا طلاس دور بي، دور بي وللمليشيا شكر لي وللقشم بخس لي. لكن اخوانا احنا اكبر اكبر من اننا ذاته، من اننا ذاته يعني نتكلم او نذكر التافه كويس او الاتفه من التوافه الوهمي ده. والله انا اقسم بالله العظيم بتعفف، والله يعف لساني عن ذكر اسمي، لانه ده اسوأ من الجنجة، اسوأ من الجنجة واكذب من رأت عيني الزول ده. طيب ندخل في التفاصيل بتاعتنا يا اخوان. الله الشير ده ما وصل الف لسه، الشير ده ما وصل الف، ناس وصل الشير ده الف، ما عندنا حاجه كثيره دايرين نقولها باختصار شديد، حنختصر حنقف في بعض النقاط. وصل الشير ده الف عشان نخش في اللايف، عشان نخش في اللايف. الشير ده لسه بعيد، بينورك يا مصطفى اللمين، بينورك. فشايف برضو في ناس يعني زعلوا واحبطوا من تصريحات ياسر العطا او كلام ياسر العطا، والكلام ده عادي جدا جدا، الكلام ده عادي جدا جدا بالمناسبة، عادي. انا هسه ممكن اقول لك يا اخي والله الحرب دي لو استمرت 100 عام او مليار عام أنا احنا حنقاتل الجنجة ديل كويس، قال حنقاتل
يعني بقول لك حنقاتل الجن جدل ولو خليك من 100 سنة ولو مليار سنة، ما في استقرار في الموضوع، ما في استقرار. تصريحات المسؤولين دي يا اخواننا الناس ما تركز معاها، ما تركز مع تصريحاتهم. نحن علينا بالشيء الحاصل، وبنحس علينا الناس تشتغل، وبنضغط علينا الناس تشتغل. جيشنا ده واثقين فوقه، واثقين فيه انه جيشنا ده في النهاية منتصر. ولو كان الجن جدل بحقه انتصار كان من بداية الاحداث دي استلموا البلد، وكان زي الوقت ده شكلوا حكومتهم، وكان ما سمعنا بالجيش. لكن لسه الجيش قاعد راجل روز، بس جيش زي التراب ما شاء الله تبارك الله. وفي عساكر لحد الان ما سمعوا طلقه، والله العظيم في عساكر لحد الان ما سمعوا طلقه من الاحداث دي بدات. قاعدين يتمموا ويمشوا ينوموا لحد الان. في زخاير لحد الان ما تفكت ذاته، لحد الان الجيش ده ما شاكل او ما دخل في المعركه دي بكله بكله. يعني انت ما تركز ليه مع القيادات او تصريحات القيادات دي؟ قبل اللي مصرح مني في موضوع الفاجر برضه الناس صحبته ومعناه الزول ده وما عارف شنو. في النهايه حصل العكس، انه الجنجا اتبلوا بل زي البل. الشيء المضحك والمبكي، الجنجا في جنيف الناس زي قالوا يا اخي ان احنا اصلا لبينا الرغبه بتاعت المجتمع الدولي واوقفنا الهجوم على الفاشر، الى انه قال الحركات اللي انضمت حديثا واعلنت دعمها للقوات المسلحه زي ما هم اسموها في الكلام بتاعهم، قالوا جيش كرتي، قالوا الحركات دي كسرت الاتفاق ده وهاجمت واقنعت الجيش انه يواصل في موضوع الفاشر. قال ما راعوا للمواطنين، وقال في عمليه جبانه قال قتلوا القائد علي يعقوب. لا علي يعقوب دار يدو حلاوة، يعني علي يعقوب دار يدو حلاوة، علي يعقوب دار يدو حلاوة، عشان تعرف انه الناس زي اخواننا قالوا الروب وقالوا واي ودارين باي شكل من الاشكال يتفاوضوا. ثم تاني ان انت قال لك تفاوض انساني، جانب انساني، تسهيل المساعدات فقط، مسارات امنة، اتدخل الشكاوي شنو؟ عارفين انكم الفاجرين ما بتقدروا على عصيه عليكم، والموضوع ده انتهى وحسم وهزمتوا شر هزيمه حول الفاجر. فقدتوا قيادات بالنسبه لكم لهم وزن، لان انا جنجاوي ده شفته والله ما عندي ما زاد قيمه، لكن له تاثير بالنسبه لكم في ميليشياتكم دي. فقدتوا علي يعقوب، فقدتوا كميه من المرتزقه بتاعكم. فانا ما عارف يعني انتوا عقلت يعني كيف، يعني مثلا انا زي علي يعقوب ده بتصريحاته والقدر العمل والجرائم اللي ارتكبها، يعني الناس يخلوه في عمليه جبانه كيف؟ ما زول طاردوه عديل كده، قام جاري مسكوه جغموه بلو جغموه بلو، كيف عمليه جبانه؟ عملياتكم جبانه، انتوا قاعدين تدونوا المواطنين يعني، وقاعدين تدونوا حتى المرافق، يعني سبحان الله حتى المستشفيات بضربوها متعمدين عشان انسان الفاجر يعاني. ويجي يتكلم لك عن الوضع الانساني وغيره، ما داري معاكم والله، لا اتفاق لا وضع انساني لا وضع هناك. والله العظيم شفتوا حق زي ده بس يا جنجة، والله والله حق زي ده اقسم بالله العظيم. ولا في زول بتفاوض معاكم، ولا عندنا النيه لذلك، ولا في زول بيملك حق التفاوض معاكم. فالناس مات ركز في الموضوع بتاع علي، اقصد ده بتاع ياسر العطا ده، ولا يعني كويس تهتم وعادي. وكان داري يصرح تاني خليه يطلع يصرح، ما عندنا له اي حاجه. طيب ندخل في موضوع رسالتنا للفرقه 18. شوف يا ناس 18 ركز معي، انا بتكلم عن القشم المتحد ديل. والله العظيم حزو الفرقة الخامسة مشاه. الفرقة الخامسة عملوا شنو؟ بداية الأحداث، أي تجمع للجنجة أو أي تحرك للجنجة، النازل بشكله برام أول يوم خالفوها، أول يوم في ملازمة أول خالفها لمنو؟ خالفها للواء، لما النازل قالوا جايين من اتجاه 13 بغادي يتجمعوا، وجات المعلومة وفعلا المعلومة كانت حقيقية وتثبتوا منها. الملازمة أول خالفها، بعد النغيب خالفها،
بعض الرايد دخل في الموضوع بعد القشم ديل شكلوا مرقوا فاتوا جغموا الناس ديل جغم زي الجغم وجابوا منهم حاجات جابوا منهم قنايم. تاني الموضوع ده بقى ثابت في الفرقة الخامسة. أي معلومة لو جات شفتها بالخطأ ساقط القشم ده بشكل وبمشي بجغم الناس ديل تشوفهم ماشيين ديلكم ولا خايفين من زول لأنهم شغله بزول ولا منتظرين تعليمات ولا غيره. أجبروا منه أجبروا سعادة اللواء فيصل محمد الحسن إنه يستجيب وبقى ما قاعد يعني يعارضهم في حاجة. فأنت ما في حاجة بتجيك، أنت الآن عندك تجمعات للميليشيا دي في حدود مسؤوليتك. أنا كلامي ده ليك أنت يا القشم التحت من اللواء فما دون كويس الرتبة تحت اللواء دي، سيبك من اللواء وسيبك من سيبك من سعادته حيدر وسيبك من سعادته سامي وسيبك من الناس دي، حتى قايد ثاني ذاته سيبك منه. الرتبة الصغيرة التحت دي اشتغلوا شغلكم كابسو الجنجة ديل. احنا شغل بتاع كويس ترضيات استلم البلوك ده قال لا لا الحرب استلم البلوك ده لا لا القحاط القحاط ده دقيقة هو انت ما داير حرب قومت مالك كويس هزول ده اردموه بلاغات على الله اردموه بلاغات عشان تكفلوا له الصفحة بتاعته دي دوسوا بلاغات تقيلة كويس. فلازم تحذوا الحذو بتاع منو بتاع الهجانات لازم تشتغلوا بنفس الطريقة بتاعت شنو بتاعت الهجانات تبلوا بلكم وتشتغلوا شغلكم ده الشيء اللي بيثبتكم. والجنجة ده كل ما تجمعوا في حتة واخدوا راحتهم واستجلبوا مرتزقاتهم ولو بالقطاعي ولو بالقطاعي ولو بالقطاعي النازل بشكل خطر عليك. وبعدين في قرى واقعة تحت مسؤوليتك انت المسؤول منها. الان السبب اللي بخليك تكون قاعد مخندق منتظر تعليمات صامت الطيب ولا تعليمات اللي هو الظافر شنو اجبروا القيادات دي اجبروا اجبروهم الناس زي خليه يشتغلوا يتحركوا براكم شكلوا يتحركوا اي تجمع للجنجة. ما هو الشغل ده يا اخواننا عسكرية ولا ساي كلنا اشتغلنا في العسكرية واخذنا اراء عسكريين وخبر عسكريين وقدام المحاربين ناس برتبة لواء برتبة اللواء وفي من في الخدمة ذاته الشغل اللي بيسوي فيها سامي الطيب وبيسوي فيها قائد العمليات بتاعته ده شغل وهمي ساي ده شغل وهمي ساي شغل ما بودي لقدام ده شغل بتاع خندقة ده لا شغل بتاع استنزاف لا حاجة لا يمكن انت تستنزف الناس وفاتح خط امداد بالنسبة لهم. عشان كده قشم 18 اشتغلوا شغلكم ما عليكم بسامي الطيب ولا عليكم بغيره اشتغلوا شغلكم جيبوه في الحزية بتاعتكم جيبوه في الحزية بتاعتكم تعليمات دماغ قرآن منزل شوفوا الحاجة المناسبة شوفوا الحاجة المناسبة والله احذر ابو اهلك زادوا من جبال اسئلتك شفتها زيك كده انت زول وهمي ولا شنو شغال ليه القميص وجبال الشرطة وين وما عارف وين وهناي وذاته من وش شك ما وش راجل ذات سلمى البلوك ده شنو مصطفى عمر ليش ناس انتك بتاعت ال ازل زي المفروض تزال اختك ذاته قميصك وما عارف شنو وشنو ما عارف والشرطه وين وانت وين انت مالك صغير ما تجد قاتل قد من هنا. طيب فاشنو اشتغلوا شغلكم والله العظيم نحن الكلام ده جبنا لكم من الاخر شغل بتاع الطرديات وبتاع التمشيط بتاع الطردية ده ما ينفع تمشيط وترجع ويجي العدو تاني عملت شنو الفايدة شنو تمشيط من غير استحواذ الفايدة شنو يعني السياسة بتاعتنا احنا والله العظيم ما بنركز على استحواذ الارض ونحن بنركز على تدمير القوة والتكتيك الماشي بيه 16 شهر ده ما بحل ولا باكل لا بحل لا باكل عيش. فلذلك يا قشم 18 والله انا اتواصلت مع كميه من الناس هناك والله شغل شغلكم
والله العظيم اركبوا راسكم، اقسم بالله العظيم قبل ما اشتغل تبقى لكم في رقبتكم وتبقوا مشردين، اشتغلوا شغلكم. طيب بالنسبة للموقف العملياتي عموما الموقف العملياتي مشرف، الموقف العملياتي مشرف في بعض المحاور، في بعض المحاور عندك المدرعات. السبب في صمود المدرعات إدارة منو؟ ناهيك عن الإدارة، العقيدة القتالية اللي بتمتعوا بها قشم المدرعات، لأن دي الناس يا إخواننا بيشتغلوا، الناس دي مروا باختبار صعب، موجات موجة ورا موجة، موجة ورا موجة بتاعت هجوم، هجوم بالآلاف صمدوا وثبتوا والآن قاعدين مرتاحين. بل شرح الجنجة أي جنجاوي يقول له المدرعات ولا متعاون يقول له المدرعات، بقول لك يا زول فك انا منهم ما علينا بين، بقول لك فك انا منهم ما علينا بين، ديل وضع بصمه، وضع بصمه عديل كده وشرحوا الجنجه. الليله قاموا بعمليات كل الحاصل، الناس من اصحاب المدرعات مدرعات ديك الزيت، الناس اللي قاموا واستلموا عدد من المواقع الجديده ونشروا عدد من القناصات واشتغلوا قصف مدفعي وتاني ما في حاجه. ده الحاصل في المدرعات كلها، ده الحاصل في المدرعات بالضبط يا عزيزي. طيب قاربين درمان في شغل بسيط خفيف كالعادة، ما في جديد، ونحن ما زلنا بنناشد القيادات، بنناشد القيادات فيهم درمان، ونقول لهم والله العظيم شغلكم ده عيب وفضيحة، شغلكم ده عيب وفضيحة والله، وما ناقصكم شيء غير التعليمات، مشكلتكم الوحيدة انكم مترددين ومنتظرين السيطرة تديكم تعليمات عشان تنظفوا قربيهم درمان. في شنو قربيهم درمان؟ سؤال، قربيهم درمان في شنو؟ في شنو؟ والله لو عايز احسب لك الجنجة اللي هناك القاعدين ونوع تسليحهم في شنو؟ والمتعاونين اللي بدوا يكبروها، هم المتعاونين اقتنعوا ايقنوا تماما ان الشغلة دي انتهت، بقوا خارجوا. اللي بيمنع شنو؟ تضرب على الحديد وهو سخن. وانا من تحرير الدوحه قلت لك يا سعادته الظافر انه المساله دي يعني ما بتاخد، دق على الحديد وهو سخن بترفع تمام. غرب درمان دي هسه كلها هسه بترفع تماما، وبعدها تتجه جنوبا، الاوكار بتاعت الجنوب دي برضه بتاخد زمن، جنوب درمان دي لكن برضه بتتم نظافتها، ما بتحتاج حاجه كثيرة والله. جيش فيه، ذخيرة فيه، كل القوات موجودة فيه، قوات مسلحة مشتركة، جهاز أمن المخابرات، شرطة، ما في نقص، ما في نقص، فقط بتنقصهم التعليمات، فقط بتنقصهم التعليمات، ده اللي بينقصهم، خلاف ذلك ما في أي حاجة. يبقى المستفيد من إطالة أمد الحرب في أم درمان، كويس، المستفيد من إطالة أمد الحرب في ام درمان انا غايته ما اعرف، لكن القيادات الان بتاع ام درمان ديل فيهم نفس، نفسهم انهم نازل ما دام يشتغلوا، ما دام يشتغل ما هي الناس حتنتظرك لمتين؟ انت ابدا عملياتك اشتغل. سابقا كنا بنقول حرب المدن، ايوه نعم حرب المدن، كويس، بنقول ايوه نعم حرب المدن، ده قال لي لا لا الحرب نعم للسلام، دي صاحب تعليق كده راسه لافي ثبتناه عشان الناس تدي مبالغات في صفحته، مش ثبتناه عشان احنا مثلا ما دايرين. هذا انت ما بتعرف ابراهيم ولا شنو، بتعرف ضم الصف ولا شنو؟ فكلام ده لو جيته بصفحتين لكن صفحتين اتهكرت. طيب فالبنقص نازل فقط شنو؟ التعليمات، ما في حاجه غير القصف المدفعي والعمليات بتاعت التمشيط الخفيفه خفيفه، ما في جديد غربي ام درمان غير انه تدمير عربتين وعدد من المواتر، ده الكثير او ده الشيء الحاصل في ام درمان عموما. بالاضافه برضه للقصف المدفعي شمال بحري حول القياده، ما في حاجه برضه، قصف مدفعي ومتقطع اتجاهات المقرن والحتات دي برضه فيها شغل بتاع مسيرات، وده بقى بطريقه ثابته، بقى بصوره ثابته، لكن برضه ما مقنع، ما مقنع ما لم تتم العمليات الارضيه. انا ما اعرف جيش القياده لحد الآن قاعد منتظر شنو؟ فرصتك الآن، فرصتك
فرصتك الآن يا جيش القيادة، فرصتك اليوم. هذيك عملت عمليات بتاع التمشيط واختبرت نفسك ولقيت انه جين جدلت كلام ساي صيجوا ذاتهم مشوا، رجعت تاني جو. والله ده كلام مقدم. رجعت تاني جو، اها رجعت تاني جو. فإلى متى الانتظار؟ عندك بحر شمال، بحر قلنا فيه مدفعية تقيلة دقت هناك، يا البحر ده اخواننا ثابتين مكملين كلامنا حقيقة. النازل والله يعني احنا يعني ما عارفين ذاته نقول شنو. نازل شغالين قيادات ضباط، ضباط صف جنود، نازل شغالين ما شاء الله تبارك الله، شغل بفهم، شغل بتكتيك، بيعرفوا يمشوا طبتين، بيعرفوا ينصبوا كمائنهم بتين، بيعرفوا يباغتوا ويداهموا الدين جديد بتين، بيختاروا اوقات يعني بيختاروا اوقات مناسبه جدا جدا، بيختاروا اوقات مناسبه جدا جدا وبيغموا فيها الدين جديد. فالتحيه لهم عموما. ونادي شغالين، شغالين عمليات نوعيه، شغالين مداهمات، شغالين نشر بتاع اماكن جديده، نشروا عدد من القناصات في مواقع جديده لا اريد ان اسميها، لكن ما شاء الله تبارك الله على العموم شغل مقنع. وبحري دي ما فيها حاجه، بحري شرق النيل، بحري شرق النيل اقسم بالله العظيم الجيش الان لو دار يستلمهم بيستلمهم، لكن انا ما عارف. قلت لك قصه التوجيهات وقصه الانتظار وعدم الانفتاح وعدم الربط كويس بين القوات ده، انا ما عارف قصته شنو، فهمه شنو. والاعتماد على التدوين المدفع والعمليات النوعية الشحيحة، ما أنا ما قادر غايته أفهم، ما قادر أفهم نهائيا الحاصل شنو. طيب طيب نمشي اتجاهات الجزيرة. الجزيرة الأيام دي فيها شغل فيها تقدم ملحوظ. المحور اللي اتكلمنا عنه ما دايرين يعني نفضل على بقية المحاور، لكن الناس صراحة شقالين 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 والله العظيم، بالرغم الحاصل الناس شقالين ومتقدمين، والناس أقرب 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 يعني. عشان كده أنا قلت لك الطريق إلى مدني. إذا نازل بطريقتهم الماشين بادي مستمرين، النازل والله العظيم بيدخلوا، والله بيدخلوا أقسم بالله. نازل مالين يمينهم، ما دخلوا معركة مع الجنجة ديل إلا وجغموا فيها الجنجة، ما دخلوا معركة مع الجنجة ديل إلا وجغموا شنو؟ جغموا فيها الجنجة. تسليحهم فل، قيادات عارفين نفسهم هم بعرفوا أو بعملوا في شنو، عارفين نفسهم هم بعملوا في شنو. في تقدم، في شغل تامي، احيانا شغل يعني بدون تفاصيل بدون تفاصيل بدون تفاصيل، في شغل تامي. ونازل والله انا براهن عليهم يا اخوانا، لما نازل بيوصلوا اول، هل بيوصلوا اول؟ انا بتسأل ليه بقية المواقع او المحاور ما بيشتغلوا زي النازل كده؟ سؤال يعني. هسه لو عملنا احصائية خلال 4 ايام للشغل اللي قاموا به والنازل، بنلقى اكثر من 19 عربية قتالية دي دمرت تدمير كامل، بالاضافة لعدد من الصراصر تم تدميرها وتم استلامها. يبقى الـ 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 انا بتسائل يعني بقية المحاور، بقية المحاور من غير ما نخصص محور معين، ليه النوم ده؟ هل تعليماتكم انكم تنوموا وتشوفوا اخوانكم بيشتغلوا وتنوموا؟ ما ايد لايد بتجدع بعيد، دائما الجنجة ديل لو احنا اصلا الجيش الان بيفتقد لعنصر المباغتة، لو الغليان ده كله بيبقى في زمن واحد والطقع ده او الطقع ده بيبدأ في زمن واحد، الناس بتدخلهم خوفة وفي كتار يا اخي. الشغل بتاع ناس المناقل، الشغل بتاع ناس المناقل الاخير ده كمية من الجنجة ديل لبسوا مدني ودقشوا القرى، كمية منهم لبسوا مدني ودقشوا القرى في النغيبة اللي اتقبض، في كمية منهم بلقطوا فيهم لقط. يبقى بقية المحاور ليه؟ طيب في شغل تامي قلنا نازل شغالين وجاغمين، اما بقية المحاور خصف مدفعي وتمشيط حول
محاورهم، لكن ما في جديد لا جديد يذكر. طيب بالنسبة لسنار، سنار حاصل فيه شنو؟ عمليات جوية حول سنار، عمليات أرضية ما في متوقفة. طيران جبل في جبل مويه اشتغل، دق عدد كبير من الأهداف، دق منظومة للجنجة، دمر حي الطاغم بتاع منظومة شغالة، جد حي الطاغم بتاع أخذ له لفة كده. تاني برضو جه استهدف عدد من العربات. ده أيوة ده الكلام اللي أنا دايره صاحب التعليق ده، شفته قال شنو؟ قال أردي ما احنا نشوف غرف السيطرة ديل ما عندنا حاجة بنبلهم. فشنو ده الشيء اللي حصل يعني في جبل موية؟ قصف مدفعي، شغل بتاع مسيرات، بعده جاء شغل بتاع طيران، استهدف منظومة، استهدف عدد من العربات وعدد من المواتر، بالإضافة للعمل بتاع المدفعي ده. أما خلاف ذلك ما في أي، ما في تحرك أرضي، الناس اللي قاعدين بعينه بس، قاعدين بعينه. أنا ما عارف ساعة الربيع ده داير يدي توجيهات للقوة دي إنها تقتحم بيتين. قلنا السيطرة على الموقع بتاع الجبل اللي أنت أصلا فرطت فوق وجبت الكفاوي والبلاوي لباقي المناطق، وجبت الكفاوي والبلاوي لباقي المناطق، انا الاول انك تسترده. ما عندك اي حل غير انك تسترده، ما عندك اي حل غير انك تسترده. هتقول شنو؟ كده سؤال، هتقول شنو؟ هتقول ما جاهز، كذاب. جاهز جاهز، قوات اللي عندك دي كلها لما بترجع لك جبل مويه ده ما هتملس كاكيك ده وتمشي، والله العظيم ملس كاكيك ده وامشي، ملس كاكيك ده وامشي، اقسم بالله. لو بالقوات اللي عندك دي، جيش، هيئة عمليات، مستنفرين، الجيش ده بمختلف وحداته، عندك قوات عمل خاص بمختلف وحداته، منتظر شنو؟ هل بيمنعك شنو من انك الان تسترد جبل مويه؟ صبرنا عليك مره ومرتين وثلاثه، انت ما نافع يا زول، والله العظيم سعاده الربيع ده ما عنده علاقه، الزول ده ما تقدر تفهم هو ذاته شنو. تقول الضباط بتاعنا جاي جاب كملوا مركز لنا عليه بس قاعد لنا كده، شفت بس دوغار دوغار، الزول ده لا دار يمشي ولا دار يشتغل ولا ولا ولا. والله انا اعذرك لو كان ما عندك ذخيره، اعذرك لو كان ما عندك جيش، انت عندك جيوش، عندك جيوش ما جيش، يبقى التواطؤ منك، يبقى انت الان دار تشارك في المجاعه بتاعت ناس النيل الابيض بفهمك ده، معناها الشغلة دي مقصودة منك، مقصودة. ورينا فهمك شنو؟ جيش الاتحاد ده ما عنده تعليمات، لو قلت له اكل الجبل ده بياكله، خلي يسترده، اكله عادل كده يمشي بياكل الجبل ده، الشغل كله متوقف عليك. ليه؟ ليه يعني؟ انا الله ما عارف يعني، ما لاقين تفسير لايش اللي حاصل له. تطلب في المدفعيه، جابوا لك مدفعيه ناس زي كارين سلاح كده ذاته، قبل يوم ما شفنا به ولا سمعنا به في القوات المسلحه دي، كارين سلاح زي السلاح كارين تطلب فيها، جابوا لك تاني شنو؟ شغل عجيب جدا جدا، ما في حاجه. نازل قاعدين في اتجاهات النورانيه هناك، يجي الطيران يدق ويرجع، اجيب هذول قال الصوت ده انا احضره، بس ما تتكلم ولا تعمل لها غضبان، يمشي الشارع طوالي، فما في حاجه. الدندر الجنجه قاعدين فيها قصف مدفعي، قصف مدفعي فقط في الدندر، وشغل بتاع مسيرات متقطع، تاني ما في حاجة. ديك الدندر، ديلكم الجنجة قاعدين. الغرة وحول الغرة ما دارين تكابسوا نازل، عارفين تجمعاتهم وعارفين قعادهم وين، سنجة كذلك قاعدين فيها. سنجة كذلك قاعدين فيها. طيب، نرجع على العموم، ده الوضع، ده الوضع في سنار عموما، ده الوضع في سنار عموما، الحال كما هو. الجديد انه في طيران بقى يهاجم بصوره مستمره، بعد المفروض تجي عمليه بتاعت مسح واستحواذ وسيطره، الكلام ده ما في، ما اعرف الحاصل شنو. طيب نرجع كده على الفاجر، الفاجر امنه مطمئنه بعد التسللات وبتم التعامل معه، بعض التسللات بتم التعامل معها، خلاف ذلك ما في اي شيء. جدا ما حققوا اي انتصار حول الفاجر.
ولا يغشوكم ولا يسوقوكم كذابين سأتحدم أتحدم الناس زي البلد وعادين الموضوع الفاشل بل مشوا الشكو ليه قتلتوا قايدنا وليه 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 وقال همهم المواطن مواطن شنو ينجتل همك مواطن شنو طيب عندك حول الصحراء عموما سيطرة تامة للمشتركة قاعدين ناس المشتركة في أي محل توزيعاتهم فل أي فزع يتحرك للميليشيا دي بيتم التعامل معه إما تم جمعه بالكامل أو تم تشتيته ديك الصحراء دي كلها وادي أنبار بغادي اتجاهات هور دي اتجاهات عدولة بغادي ديل كلهم مشتركة قاعدين والطريق للضعين ده الطريق للضعين ضعين دي لأنها الخزنة قلنا ما مستهدفين والله نحن مواطن نحن مستهدفين الجنجل قاعدين هناك ضعين الكومة جنينة نيالة زالنجيل المهم أي شبر دنستو هناك لا بد من استرداده وتطهيره من دنسكم أصلا ما في رجعة من الموضوع ده أصلا ما في رجعة من الموضوع ده طيب نمشي للأجهزة الأمنية إخواننا في تراخي وقلنا في خلايا وزي ما شفتوا في شندي وفي هناي الكلام اللي بنقول فوقه المشكلة ما انك انت تجي تقبض الخلية بعد ما قعدت وربطت شغلها وعينت مصادرها و و و دي ما المشكلة هنا ده ما المطلوب منك المطلوب منك انك انت قبل ما النازل يدخل جوا وقبل ما يقروا الوضع ويرفعوا تفاصيلهم ويرفعوا تقاريرهم انت المفروض تكون شغال ليه نازل اساسا يدخلوا ليه النازل اساسا يدخلوا ما هو ده السؤال انت قال لك هسه الجماعه اللي قبضوهم في شندي ديل بزيا هم ديل لا لا كميه ساكنين سكن عادل مؤجرين عادل لكن نوم تقيل في النيل الابيض نوم تقيل نوم زي النوم حتى في عطبرة في نوم مجاملة 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 زي المجاملة والله تقول احنا ما في حالة حرب غير الرشاوي اللي بتلقوها الضباط وبعض الافراد بغرض الافراج على المشتبه بهم او المشتبه بهم شنو او الجنجة ذول عديد بتكون ثابتة فيه بحاول اشعار بفكه والله العظيم بفكه بحاول اشعار بفكه تلقاه قاعد جوا تلفونه مدور بيه وامور يعني يحسسهم كده كانوا نازل ما عملوا حاجة وغير الوساطات يعني وسخ راقد وسخ راقد وسخ راقد وسخ راقد اقسم بالله العظيم ويضحكوا تلقى المصنفرين ده قاعدين المصنفرين ده المعذورين ما بعرفوا شغل لكن انا في الاجهزه الامنيه الناس اللي مشوا عملوا الحاقات طلعوا من الخرطوم وطلعوا من وين الناس اللي بعرفوا الشغل امنيه على وين على وين وين انت من الشيء الحاصل ده قيادات نايمين نوم ما عندهم اي همه ولا عندهم اي عزيمه ولا في قبينه ولا مدركين ولا يعني نازل ما عندهم احساس بالشيء الحاصل ده كانوا نحن في حالة بتاعت سلم كانوا نحن في حالة بتاعت سلم اقسم بالله العظيم حاجة مقرفة ولسه بتعاملوا بالرشاوي وبتعاملوا بشنو حتى في المراكز الخدمية التابعة للشرطة يعني حاصل لكن ابشروا والله العظيم في الايام الجاية انا هنكشف حلل كثيرة والله والله ما عندنا حاجة لازم والله طالما انك مقصر كويس اسمع طالما انك مقصر اقسم بالله العظيم ما نرحمك والله لو بقى شفت اسمك مغروم باسمي والله ما برحمك والله ما برحمك اقسم بالله لانك انت اسوأ من الجنجبيل اسوأ من الجنجبيل المفروض تربط وش زي الوش كل المناطق الان اللي ما فيها جنجديل المفروض تتفرتل وتتغربل وجاي من وين وماشي وين والهوية اهم حاجة كتار انا متاكد لو قلت بسم الله بدات الشغل ده كتار بتلقوا كميه من الجنيه بتطلعوا كتايب اقسم بالله كتايب بتطلعوا
كتايب بتطلعهم وشفتوا النتيجة. دائما الجنجة دي لما يجي يدخلوا حتة البوصف لهم الشارع منه البدي متتل منه ما الطوابير انتوا قاعدين تضحكوا لهم ديل. ده قال مسبب التعليق ولا شنو؟ مسبب التعليق والتعليق عجبني يعني، مالك مشكلتك شنو يعني؟ زهجان من التثبيت بتاع التعليق. طيب لحد هنا اخواننا نقيف عشان ما نطلع على الناس، ولا نلتقي غدا باذن الله في العديد من الاخبار. لكن بالنسبه لنا لسه غير مؤكده، لكن باذن الله لو في حاجه بنفيدكم في بوستات ان شاء الله. ولحد هنا ونقيف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى.